في الرابع من سبتمبر الساعة 5:52 فجرا، وقع زلزال بقوة 5.5 درجات في مقاطعة جياشي كاشغار منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية بعمق بؤري 8 كيلومترات، ولغاية الآن لم تبلغ الحكومة الصينية عن وقوع أي ضحايا. ذكرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن الصين سجنت الملايين من الإيغور والقازاك بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وقدمت تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وتم توثيق وجود السجون على نطاق واسع في شينجانغ. ووفقا للتقارير فإن المسلمين المسجونين في هذه المعتقلات يضطرون إلى أداء الولاء للرئيس الصيني شي جين بينغ. في تقرير لشبكة الأحداث العالمية الساخنة، بوب وودوارد وهو مراسل كبير في صحيفة واشنطن بوست كان قد تعرض لفضيحة سياسية أمريكية حول حادثة ووترغيت على وشك نشر كتاب جديد من 448 صفحة بعنوان الخوف، ويتناول موضوع رئيسي أن إدارة ترامب كانت تخطط سرا لمحاولة السيطرة على دوافع ترامب المختلفة ومنع الكوارث الشخصية والوطنية. وبعد أن أفادت وسائل الإعلام أن سوريا قتلت مدنيين باستخدام أسلحة كيماوية في إبريل 2017، أخبر ترامب وزير الدفاع الأمريكي ماتيس أنه يريد القضاء على الأسد، وأخرج ماتيس الهاتف وقال لأحد مساعديه: لن نفعل ذلك أبدا، يجب أن يكون لدينا المزيد من ضبط النفس وسنقوم بغارة جوية ضد سوريا، وتم إطلاقها في 6 إبريل 2017. حضر الرئيس الأوزبكستاني ميرزياييف قمة رؤساء الدول الست الناطقة بالتركية، واقترح جعل مدينة خيوة التاريخية عاصمة المجلس، وتقع مدينة خيوة في الجزء الشمالي من أوزبكستان. وفقا لتلفزيون روداو في 3 سبتمبر، نظمت مظاهرات في البصرة ثاني أكبر مدينة في العراق وفي الميناء الجنوبي، وتجمع المتظاهرون أمام مكتب الحكومة للمطالبة باستعادة وتحسين مرافق الخدمات العامة، لكنهم اشتبكوا مع قوات الأمن مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. وقال المصدر أيضا أن الحكومة اتخذت نفس الإجراءات القاسية في احتجاجات يوليو الماضي.